ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ابدأوا معايا الفيديو كده وتعالوا يلا نشوف بنعجن الحنة ازاي، سواء الحنة البلدي او حنة نبار اللي انا عملتها معاكم قبل كده. فانا دلوقتي هنعمل الحنة البلدي. اول حاجة محتاجاها طبق زي كده ومعلقة عشان نعجن فيه، وعلبة زبادي، ومحتاجة كيس من النسكافيه، ده نسكافيه بلاك، وده كركديه، معلقة كركديه كبيرة نقعاها كده ليلة في قلب او ساعتين ثلاثة في قلب شوية مية، وهنا كده شوية شاي برضو عاملينهم شاي تقيل قوي، يعني حطي معلقتين او ثلاثة كبار من المعلقة دي على ربع كوباية مية، ومصفياهم بالمصفى. وهنا الحنة، وفي اضافة كمان هضيفها واحنا شغالين كده هقول لكم عليها. اول حاجة هنحط الشاي، وكده دولت هنصفهم بالمصفى. مش هنحط كله، ولو احتاجنا واحنا شغالين كده هنحط. بسم الله كده هنحط كمان معلقتين او ثلاثة. علبة الزبادي، خدت حوالي نصها. لسه عاملة، هنحط علبة الزبادي كلها. هنضيف كيس النسكافيه، حطينا 3 معالق من الحنة وهي كده قبل انها ينحط لها مية تاني، فهنحط كركديه تاني. الاضافة بقى اللي هنضيفها دي بقى عشان الزبادي لازم تختلط كويس. الاضافة اللي هنضيفها بقى هنا زيت الورد، هنضيف شوية كده قد 5 نقط، 5 6 نقط كده علشان يعملوا ريحة كويسة كده حلوة، ريحة الورد. وكمان زيت الورد مفيد. بنركنها بقى من 3 ساعات ل4 ساعات لحد ما تختمر، وبعد كده بنحطها على الشعر. بتاخد لها حوالي نص يوم او يوم، كل ما بتسيبيها على الشعر بتحمره اكتر. طبعا انا بقى مش هحطها، مش هنزل لكم الفيديو غير لما اجربها على شعري واقول لكم بقى النتيجة، وهقول لكم اللون اللي وصلت له بالظبط لون ايه. طبعا انا مش هوريكم بالظبط يعني شعري، بس انا هوريكم اللون اللي انا وصلت له لون زي ايه.